طول الوقت بقيم ضد نفسه ضد نفسه. المرأة طالما لا تملك السلطة والمال، لأن كل السلطة والمال رايحين للراجل على الأغلب، هي لازم تروح للأقوى. ده الشيء الطبيعي في المجتمع، الرجل هو الأقوى. الست مش بقى ما بتنتخبش المرأة ليه؟ الدكتورة تبقى هايلة وممتازة، بس يقولك لا أنا أروح لدكتور أحسن، أنا هتعمل لي دكتورة عملية، لا أنا أروح لدكتور يعمل لي العملية. ده لأنه كلها طبيب أمراض النساء رجال كلهم، ودكاترة أمراض النساء كلهم رجالة، الكوافيرات كلهم رجالة. يعني عايز أقول لحضرتك أنه المرأة تم تزييف وعيها إلى درجة أنها محتاجة من القيم والمفاهيم التي لا تجعل الرجل هو الذي يحملها ضدها، ولكن هي تحملها ضد نفسها وضد المرأة الأخرى. والحقيقة إحنا عندنا مشكلة إن العمل النسوي حتى الآن في مصر هو عمل ترفيهي على الأغلب، هو عمل تكميلي ومن أعمال الوجاهة الاجتماعية على الأغلب إلا فيما ندر، إنه ليس عملا سياسيا بالمعنى المفهوم. العمل النسوي يجب أن يكون عملا سياسيا ونضالا له طابع سياسي. وبالمناسبة دي أنا عايز أقول الأحزاب اللي كانت بتقول أنها تقدمية زي حزب التجمع وغير حزب التجمع، يقول لك المكتب النسائي بحزب التجمع، اتحاد نساء التقدم، الأحزاب اللي اتعملت جديد يعني بعد الثورة، منهم حزب منهم حزب مثلا التقدمي مش عارف ايه الحاجات كده، فتلاقي بقى النساء في الحزب، رئيس الحزب ومراته، ومش عارف فلان الفلاني ومراته، ومين وبنت اخته، وتبقى مسؤولة المرأة مرات رئيس الحزب، يعني مش هسمي يمكن انتوا عارفين يعني. فعايز اقول انه لا، مسألة المرأة يجب أن يؤمن بها رجال إذا أرادوا أن المجتمع ده يطلع لقدام. إنما طول ما إحنا كده هنفضل كده، والمسألة مش أن المرأة ما بتؤمنش بالمرأة ليه؟ لأن الرجل ببساطة شديدة ما بيؤمنش للمرأة. كم راجل بيروح للدكتور؟ كم راجل بيروح يعمل مشروع مع واحدة ست؟ كم راجل بياخد برأي الست في العمل؟ ليس في الأمور الخاصة ولكن في العمل العام وهكذا يعني. فعندما يؤمن الرجل بالمرأة وبمسائل المرأة وبضرورة أن تتغير أوضاع المرأة في المجتمع، حاجات كتير هتتغير، مش المرأة بس هي اللي محتاجة. مشكورك يا أستاذة سالو. الدكتورة بقى سالو، إيه رأيك في التشريعات الحالية ونظرة المجتمع ونظرة المرأة لقضايا المرأة؟ قبل دي بس أنا عايز أقول حاجة سلوى بتقول انه ده ناتج اجتماعي، ده حقيقي. المجتمع اللي علمها كده، اتولدتش كده، ده من ضمن برضو بحسن، انا ما رضيتش اقولها بس لاني بتكسف يعني. المراه مازوخيه، ومازوخيه دي يعني مازوخيه دي يعني مراه تستعزب الالم. ومع ذلك في بعض الدراسات النفسيه ثبت ان هناك رجال مازوخيين ويستمتعوا بإزاء الآخر ليهم. يعني أنا ما كنتش عايز زود، لكن كل ده فعلا بفعل الاستيريوتايب، كل ده بفعل التقالب الاجتماعي، صورة نمطية والتنشئة الاجتماعية اللي احنا زي ما قلنا بننشأ الولد بطريقة وبننشأ البنت بطريقة مخالفة. حكاية بقى المرأة للمرأة، صوت المرأة يعني هو النساء برضو عدم الوعي، لأنه النساء بيتصوروا هم بيبقوا عارفين أن المرأة فهماهم. يعني طبعا انا لما اقود مجموعه من النساء هفهمهم اكتر من الرجال، وانهم مش هيعرفوا يستخدموا الجزء السلبي بقى. يعني الجزء السلبي ان هي المراه تقدر بطريقه ما تاخد شويه حقوق زياده بانها امراه، فمش هتعرف تعملها مع المراه. فعشان كده المراه مكروهه كقياديه، كقياديه، مع اني انا شفت على مش مستوى حتى اساتذه الجامعه، على مستوى حتى القياديات الاداريات في الجامعه، هناك نساء يعني كانوا فالحين جدا عن اي رجال. امين عام الجامعه مثلا، انا قريب قابلت سيده امين عام الجامعه،
سيده محترمه جدا جدا وكان فيه هجوم شديد جدا من الموظفين استطاعت ان تحتويه. صار في نجاح شديد جدا جدا لكن المراه ما بتفضلش ان المراه تبقى دي حقيقه. طب ونساء حزب النور يعني عايزوا اصواتهم مش عارف مش عارف مش عارف نقولها دكتور سمير استاذ تاريخ حديث انا اقولها دكتور سمير حالا يعني انا في تقديري ان احنا هنسيب الناس تتكلم ولانه هيبقى كلامهم اكثر افاده وهيبقى نوع من الالقاء الضوء على كل اللي احنا قلناه. شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا دكتوره سلام. الله يخليك. رائع الحقيقه ما اقدرش اضيف له كلمه واحده واي اضافه ربما تكون تشويه للعرضين الجميلين اللي ينطبق عليهم فعلا السهل الممتنع. هم خلوها كده تبدو كأنها حديث تلقائي بسيط إنما الحقيقة وجدت فيه من العمق والسلاسة أشياء كثيرة. إذا كان عندي إضافة بس أنا هعمل إضافة تاريخية لأنه برضو جزء من تزييف الوعي يعني كلنا قرينا عن ثورة 19 واعتبرناها الثورة الجماهيرية الحقيقية الأولى في تاريخ مصر الحديث. الجزء الذي لا يذكر إطلاقا في كتب التاريخ إنه اللي فجر هذه الثورة كانت امرأة اسمها شفيقة بنت محمد وفجرتها لأنها خرجت تحتج على وجود عساكر إنجليز في الحي بتاعها في السيدة زينب. خرجت تحتج فالإنجليز العساكر الإنجليز مش واخدين على إن حد لا رجالة ولا نساء لسه تحتجوا عليها فضربوها بالنار. كان في حظر تجوال فهي خرجت رغم حظر تجوال فضربوها بالنار فكان مقتلها هو الذي أشعل حماس الرجال في حي السيدة زينب والمنيرة وخرجت المظاهرات في ذلك الحي منذ ذلك الوقت ودي كانت بداية ثورة 19 اللي بعد كده الرجالة لما لقوا الستات هم اللي خرجوا بدأوا يخرجوا ونادرا وكويس انه الدكتور سمير معانا لان انا عايزه طبعا كمدقق يرجع لهذه الايام يوم بيوم وساعة بساعة لا يذكر ذلك في كتب التاريخ. كذلك لا يذكر إنه عدد من النساء اللي تصدوا للضباط الأحرار في سنة 1954 اعتراضا على إهمال تمثيل المرأة في المجالس واللجان التي استحدثتها ثورة 52 وأكبر نكبة على الحركة النسائية المصرية التي طبعا بين ثورة 19 و 52 كان في حركة نسائية قوية جدا إنما أكبر نكبة على الحركة النسائية المصرية كانت ثورة 52 هقول ليه وده حصل لحركتين مهمتين الحركة النسائية والحركة العمالية. إن ضباط الثورة كانوا لا يريدون إن أي مبادرة تأتي من أي تكوين اجتماعي في مصر فزي ما عملوا مع خميس والبقري
كفر الدوار وأخمضوا الحركة العمالية وأدبوها يعني بالإعدامات دي، وإعدامات في كفر الدوار قلعة الصناعة المصرية أو أحد قلاع الصناعة المصرية، عملوا نفس الشيء مع الحركة النسائية المصرية، فاعتكفت بعد ما كانوا معتصمات حولوهم بقى إلى معتكفات، من معتصمات محتجات إلى معتكفات، وماتت ذرية شفيق مكتئبة، يعني جل فعلا المرض النفسي نتيجة الاكتئاب الطويل، وماتت ولم يخرج زي النحاس كده باشا، خلقش في جنازتها إلا أصدقائها المقربين جدا. فأنا عايز أقول المعلومة دي عشان نشوف إزاي نتعامل مع هذه القضية. في أنا في رأيي يعني، وده تعليقي الأخير، إن اللي محتاج لرفع الوعي بتاعه هم الرجال، لأنه المشكلة مش مشكلة المرأة، المشكلة مشكلة الرجل، لكل الاعتبارات اللي قالتها سلوى وقالتها دكتورة. فإذا كان لنا أن نرفع من وعي أحد من النوعين يعني، هو الكل مطلوب يترفع وعي، إنما الأكثر إلحاحا في رفع الوعي هم الرجال. وأنا عايز أقول يعني إن إحنا في هذا المركز تبنينا قضية المرأة منذ 30 سنة، وعندنا ما يثبت ذلك أهو، مش بس المرأة المصرية، المرأة العربية كلها والحياة العامة. وفي كتابنا ده اللي أنا بقول فيه، بس هنا يعني نقد بقى للنساء، فكاتب مقالة أنا: ماذا حدث لحفيدات هدى شعراوي؟ ليه بقى؟ لأنه في جيل ربما بقى بسبب ما حدث لدرية شفيق وإخوتها، بعد كده بعد جيل درية شفيق وقبل كده طبعا الجيل العظيم جيل هدى شعراوي، ما لقناش حركة نسائية مصرية. وبدأ البيروقراطية تطع على كل التنظيمات النسائية تبقى ملحقة ملحقة بالاتحاد الاشتراكي، لجنة زي ما قالت الدكتورة، جناح، إدارة، يحصروا المرأة في حاجة واحدة فأنا يعني بحيي طبعا المتحدثتين وبشكرهم على الإضافات والإنارات العظيمة دي. وبنقول إنه ياريت بداية يعني هذا اللقاء يكون تجديد بقى لحاجة نقدر نعملها كأكشن، لأن أنا طلبت في مقالة من مقالات الأسبوعية بأن يكون للمرأة 50% من كل المقاعد، مش في البرلمان بس، كل اللجان والمجالس المنتخبة والبلديات. وما زلت يعني أنا يعني طبعا لو كان الموضوع بإيدي كنت أخليها أكثر من 50%، إنما قلنا لا تقل عن 50%. والمهندس حسن شامي ذكر التجربة الاسكندنافية، وأنا عايز أقول له بقى في بلاد بقى في إفريقيا جنوب الصحراء تخطط هذا، يعني وضعت في دستيرها إن المرأة لا تقل عن 45% في انتخابات أو في أي مجالس معين. فأنا لازم نطالب بهذا ونبلوره ونصر عليه، وأي شخصية عامة عايزة تلعب دور في الحياة العامة لابد قضية المرأة تبقى في الأجندة بتاعته، ونعرف هيقول إيه وهيعمل إيه وعمل إيه في الماضي، وبالتالي يتم حسابه
أولا بأول على ما يفعله من أجل المرأة. وأنا في رأيي أنه لا صلاح للمجتمع المصري إلا إذا المرأة مش بس خدت حقوقها، قادت، يعني تكون هي التي تقول. في قول في أمريكا قال، أطلقه واحد أحد القيادات الأمريكية، قال if you wanna get a job well done give it to a woman. إذا أردت لمهمة أن تتم بشكل جيد فأعطها لامرأة، هي جديرة إنها تعمل المهمة بشكل جيد. فأنا وقفت وما خلتوش احتاج لأي حد، والدكتور سعد عارف وكل الناس عارف، بس أنا برضو نفسي أبقى قوية، أبقى عندي شخصية. أنا عندي شخصية وقوية، بس أنا عايزة الناس اللي زيي يبقى لهم حق، حق على الدولة إنهم ياخدوا مني ويدوني ودوني. لما أكبر في السن ألاقي حد واقف جنبي ما روحش أمد إيدي لابني وأقول أنا عايزة، يبقى لي دخل وهشتغل لغاية ما أموت وأنا هشتغل، بس يبقى لي دخل في يوم من الأيام إن أنا محتاجش لحد. وأنا معاكم بكل اللي أنتوا بتقولوه، ويوم المرأة العالمي، يوم المرأة العالمي اعملوا مرأة، يوم للمرأة المهمشة، يوم زي لها حق نكرمها، نقول لها اعملي كذا وسوي كذا ويبقى لك حق، وانا ليه حق، انت ليك حق هتاخده وانا ليه حق هاخده. انا بس ده اللي عايزه اقوله لحضرتكم، بشكركم جدا. في أزمة في الحياة في مصر في العلاقات البينية بين أفرادها، وأنا هدخل على طول في الموضوع وأجيب الأسباب مباشرة علشان خاطر يعني نبقى احنا واقفين قصادها ونبقى سجلنا موقف ونبقى دايما مصرين عليه على انه ده هو ده السبب الاساسي وما فيش اسباب اخرى غيره. انا بس بالشيء يذكر هقول انه في كمان اول ثورة في تاريخ مصر الحديث حصلت في 1800 في مدينة رشيد، لما خرجت النساء في رشيد بيطالبنا بحقهن في المساواة في وجود حمامات مثلهن مثل الرجال، ودي كانت ثورة في الفترة دي متقدمة، والمطلب أيضا كمان كان متقدم جدا في حينه يعني. ثم تبدأ المأساة في علاقة المرأة بالمجتمع بعد رحيل أو وخروج نابليون من مصر، ده كان مشهد محتاج لأنه دراما في مصر تجسده علشان تشوف كيف تعامل المرأة مع التي قررنا ان هم يكونوا سافرات في المجتمع. قطعت رؤوسهن على رؤوس الاشهاد لان هم قرروا ان هم يكونوا سافرات. من اللحظه دي كاشفات الوجه والشعر وكله، كاشفات الشعر مع الفرنسيات، دي كانت اللحظه المهمه جدا اللي كانت الدراما المصريه بكل انواعها تسجلها علشان تبرزها للمجتمع علشان تقول فين مناطق الخلل اللي موجوده في المجتمع. يا ساده، مناطق الخلل واضحه جدا في تغلغل وتوحش الخطاب الديني في المجتمع المصري. ده خطاب على الجانبين، على الجانبين، علشان بس طبعا لانه الاغلبيه في المجتمع مسلمه وعليها مسؤوليات في حماية الأقليات، ده قانونا وأخلاقا. لكن أيضا السواءات امتدت حتى الأقليات أيضا، عشان خاطر ما نشوف إحنا كيف تتعامل مكانة المرأة في الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، مكانة متدنية للغاية. وأنا بكل أسف عندي أصدقاء يعني كثيرين في الكنائس المصرية بتاعتنا كلها، وبنشوف في أحد الفترات يعني حتى الكنيسة الإنجيلية المتقدمة ذهنيا لما حصل اجتماع لتقرير هل يمكن الموافقة على وجود أسيسة، رسم أسيسة في الكنيسة الإنجيلية. يعني أنا أعتقد لو كان المجتمع المصري كله اتفرج على هذه الجلسة اللي كانت في أحد الأماكن، يعني كنت هتشوفوا قد إيه المأساة اللي عايشها مصر، ولأنه جسد المرأة والمرأة تدار عليها الحروب إلى هذه اللحظة. واستغرب جدا لأنه النصوص المقدسة والنصوص الدينية الغير مقدسة، عندنا أصل نوعين،
نصوص دينية مقدسة ونصوص دينية غير مقدسة. النصين دول حضرتك متربص بالمرأة تربص لا نهائي بيقضي عليها وشغال ومتفشي، علشان ده احنا نشوف الاشكالية جاينا منين. جاينا من هنا. عايزين تحطوا دماغكم في الرملة بقى حطوها، بس الاجيال اللي جاية هتدوس على ده، هي بدأت تدوس عليه دلوقتي. بس علشان تحافظوا على قوام الفكرة المحترمة اللي موجودة في المجتمع، بدل ما تداس بالأقدام خلوها تبقى في مكانة طيبة جدا في المجتمع، لأن الأجيال ما عندهاش رحمة. اللي احنا محتاجينه الوقت في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، وانا عنهج نفس النهج اللي اتعمل دلوقتي، انا مش هضيف الى أساتذتنا الأفاضل اللي اتكلموا، لكن انا هعمل نوع من الفيشات على سواء التاريخ او الوضع العالمي اللي موجود او حتى عندنا في مصر. ما ننساش حتى ان في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، المرأة الى الان تعتبر من ضمن 6 أقليات موجودة في المجتمع الامريكي، سواء في الدخل او الاجر او الحماية الاجتماعية او خلافه، مع الزنوج والملونين، منها المرأة. ودايما منظمات المرأة اللي موجودة في المجتمعات المتقدمة بتشتكي ان اجرها ودخلها دائما بيقاس اقل من الرجل، ودي قضية هما بيحاولوا انه يجدوا لها حل، والى الان لم يصلوا الى حل يريح اعضاء المجتمع ككل. النقطة الثانية انا سمعتها من احد العلماء الاجانب لما بيزارنا في مصر هنا، وقال ملحوظة موجودة في كل الأديان وكل الثقافات، وحتى بتمر على كل الناس دون أن يتفكروا فيها ويتملوا فيها. كلمة عادية جدا، خلق أولا آدم ثم خلقت حواء من آدم. العبارة اللي بعد كده، من خلق أولا ومن التابع للأول. نمرة 3، عندنا في مصر كثير من الإزدواجية، واللي يتتبع التاريخ الفرعوني عاجد كثير من تلك الإزدواجيات اللي احنا بنعاني منها إلى الآن. وبرضو كمصريين ما بنعرفش كتير عن ثقافتنا الفرعونية القديمة. للأسف إن الفرنسويين والأوروبيين عندهم حاجات كتيرة جدا عن الفراعنة وأثرهم والفلسفة اللي كانت موجودة، وانتقال الفلسفة من الفراعنة إلى الإغريق وكذلك العلم وخلافه، ده مش حديثنا الوقت. لكن عايز أقول نقطة في الحوار ده، في ملكة اسمها ملكة حتشبسوت، ودي من أعظم من حكم مصر ومن أعطت للتاريخ ما نسميه سجل حافل. على الأقل أول جيش في العالم كان الجيش المصري، وأنشئ في عهد الملك حتشبسوت، وهي كانت قائد هذا الجيش. الحاجة الثانية أنها هي التي ذهبت إلى بلاد بوند اللي هي حاليا الصومال وشرق أفريقيا، وفي عهدها أيضا تمت على يد الفراعنة المرور حول أفريقيا لتكتشف أفريقيا أنها قارة. ولما كتبوا على الجولة بتاعتهم قالوا احنا بدأنا كانت الشمس بتشرق على شمالنا والأرض الشاطئ كان على يمنا، ثم رحنا في مكان كانت الشمس والشاطئ بيجيلنا من اتجاه واحد دلالة على غرب أفريقيا، ثم اتجهنا لأن يكون يمنا الشاطئ والشمس تشرق من على ميول جانبية دلالة على الجنوب الشرقي للشمس. ده مستوى من العلم والثقافة لم يتطرق إليه العلم الحديث إلا حديثا، لكان أيامهم بقى أقمار صناعية ولا مساحات ولا أي حاجة من ده خالص. ضرورة إن لازم يبقى في كل عمل العملية متساوية. يعني في سؤال للدكتور سعد ده قلقني من الأول، اللي هو إيه حتة الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. تقريبا
كل اللي اعرفهم من ناحيه اولادي اخواتي ولاد اخواتي قرايبي ما فيش في هذه العائلات جميعا واحده بتساهم رسميا في البيت. كل هذه البيوت الايه الراجل اللي بيقوم بيها. في بنتي مثلا في كندا لما بيحصل الانفصال ولا حاجه الاب والام ملزمين بالاطفال نفقه الاطفال الاثنين. هنا في مصر الاب بس. الحته ديت لازم يبقى ليها تمن. يعني واحد انت بتشيله ايه كل الانفاق والست لو انفقت هتطلع عينه بالمساهمة اللي هي هتساهم. يعني انا علي انا سنة واحدة زوجتي الله يرحمها ساهمت. بعد كده قلت في عرضك خلي ايه مهيتك معاكي واستريحت بقى وانبسطت واخر حلاوة يعني. فالحتة برضو المساواة لازم تكون في المفاهيم برضو. المساواة في كذا. النهاردة مثلا صحيح الست اب شغل 24 ساعة بس الراجل برضو بيحرت ويطلع من الشغل يروح شغل تاني وهكذا. فبس اللي هي الحتة في الغرب في مساواة. يعني القاعدة في المساواة في الانفاق. اتفضل. من المرأة طول ما هي منشغلة بالعمل محدود الأفق وهو العمل المنزلي الكريه فعلا ها من أين يأتي الإبداع؟ شوفوا الستات المصريات شكلهم إيه في الشوارع ماشيين بالهوات اللي شايلة الخضار من هنا ومن هنا 10 كيلو هنا وعشرة كيلو هنا ها هيجي لها منين الإبداع ده؟ هيجي لها منين الإبداع ده يعني ها؟ يعني عايزة أقول لحضراتكم خلونا نفكر مع بعض ها انه هو الرجالة ليه بيخافوا ان المرأة تتعلم كويس وبيخافوا ليه ان المرأة يبقى لها شخصية ها يعني عليهم يقفوا قدام المراية ويفكروا في المواضيع دي عليهم يفكروا ان المرأة القوية ها هي هتكون الحياة معاها افضل ها ان الحياة شركة الحياة تبادل ها يعني انا ككاتبه واديبه لو اقول لكم كتابه الرجاله ها تنضح ها برؤيه متخلفه قد ايه للمراه حتى في الجنس اللي بيزعموا انهم بيكتبوا في الجنس ها تلاقي المشهد يقول لك ايه هيعملوا بقى مشهد جنس فيقول لك ايه وبدا يفك لها ازرار قميصها مثلا يعني هو بقى اللي هيقوم بكل حاجه هيقوم بكل الدور وهي بقى تتفرج عليه وهي تتفرج عليه ها ازاي ده يا اخواننا يعني ها اي نوع من الجنس ده اي نوع من الجنس ده يعني ها اي نوع من الجنس ده الجنس بين اتنين شخصين نوعين من البشر لكي تحدث المتعه والحياه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. فعايزه اقول لا يا جماعه والله الخطاب الديني طبعا هو يعني زود الطين بله ولكن الأخطر من الخطاب الديني الخطابات السائدة التي تكرس لتقسيم العمل الاجتماعي بين الرجل والمرأة والتي تكرس للمفاهيم التقليدية التي تستلب المرأة ولا تجعلها شريكة وطرف فعل في الحياة. لما نقول الست قوية في الريف وهو ما يقدرش ياخد قرار من غيرها ها يبقى إذن يا حلاوة المرأة في الريف اللي لا بتتعلم ده لما بتيجي تموت بقى خلاص هتموت بقى يقولها نفسك في ايه تقول لهم نفسي في ازازه بيبس فيروح يجيب لها ازازه بيبس لا بتتعالج لا بيودها تتعالج ولا مستشفى وفي ارقام وفي حاجات فمش عايزين يعني انا نفسي الرجاله يقفوا قدام المرايه ويراجعوا افكارهم تجاه المراه وما يخافوش والله الحكايه مش مخيفه مش هتخاف ولا فيها كسوف.